تعنوان الديوان الوطني لحقوق الإنسان الفرص والتحديات. نظمت جمعية مقومات حقوق الإنسان ندوة حول القانون الخاص بالديوان الوطني لحقوق الإنسان. المشاركون في الندوة أكدوا وجود العديد من العيوب بهذا القانون الذي لم تصدر لائحته الداخلية حتى الآن. للأسف أقولها بكل أسف، أحسر أن القانون صدر من مجلس الأمة 2013 كان قانون يعني وإن كان يعني خطوة إلى الأمام إلا أنه ليس بمستوى الطموح وليس بمستوى ولا يمتثل في أغلب نصوصه لمبادئ باريس اللي كان مفترض أن هذه المبادئ تضمن في مشروع القانون. هذا القانون الآن الذي صدر هو على قولتهم اللي سد الذريعة أمام أن يوجه انتقاد للكويت في جنيف، وبالتالي لم يوضع القانون كان مفترض أن يوضع واللي كنا نطمح له. القانون أول مشكلة فيه هو الاسم، بداية القصيدة كفر. الديوان الوطني لحقوق الإنسان هذه بدعة لغير موجودة. تعرفون أنا لما أروح في المحافل الدولية أو يتصلون فيني جماعات منظمات كذا يسألوني يقولوا لي هذا اللي اسمه الديوان هذا شنو، هل هو الهيئة الوطنية لحقوق؟ أقول لهم إيه. طيب ليش سميته ديوان أصلا؟ القانون صدر في 2015، حتى هذه اللحظة لم تصدر لائحة تنفيذية، يعني معناته القانون باطل، معناته القانون مو صدق، معناته القانون لن يطبق.